صباح الخير من جديد. بعد شهرين على بداية الموسم الدراسي دق الجرس بالمدارس الخاصة، رجعوا الطلاب إلى منازلهم باستراحة تشرينية وعادوا الأساتذة مجددا إلى الإضراب. بين المدارس الخاصة والأساتذة عقدة بحلة ألف حلال وسلسلة مرة جديدة حزورة وصندوق للفرجة. ومع انتهاء معارك القطاع العام بعد إقرار السلسلة، جولة جديدة لأساتذة القطاع الخاص. إضراب الأساتذة اليوم على خلفية عدم زيادة رواتبهم عم يتواجه بإصرار بعض المدارس الخاصة على متابعة الدروس ومطالبة بوقف التصعيد واللجوء إلى خطاب هادئ. وبكل الأحوال الأهالي والطلاب هن يلي بيدفعوا الثمن. إضراب الأساتذة تزامن مع مشاورات سياسية بالقصر الجمهوري للبحث بنقاط التريث يلي أعلن الرئيس سعد الحريري. اتفاق الطايف، النائب النفس وعلاقات لبنان العربية عناوين ثلاثة للمرحلة القادمة. بالمقابل عودة الرئيس الحريري انعكست ارتياح شعبي وانفراج بحركة الأسواق التجارية. فمن بعد جمود الأسابيع السابقة رجعت الأسواق تتحضر لاستقبال عيد الميلاد ورأس السنة بحماس. كاميرا أخبار الصباح قامت بجولة بالعاصمة ورجعت بها التقرير مع الزميل خالد أبو شعرة. قصة الحريري عملت خضة والدعايات اللي عم تطلع العالم خايفة من أطرة. العالم بقلق، العالم بدها تعيش ما فيهاش تعيش، وضع كثير مأساوي. بنخاف أكيد على حالنا وبنخاف على البلد وعلى الليرة اللبنانية. كلنا مخنوقين لهون، يعني ولا كلمة خلص. بغضون أيام قليلة انقلب المشهد العام على الساحة اللبنانية من الأبيض والأسود إلى الملون. غيمة الصيف السوداء اللي شهدها لبنان مع إعلان الرئيس الحريري قرار الاستقالة سرعان ما أمطرت التفاؤل والإيجابية بعد عودته إلى لبنان وموافقته على التريث. المزاج العام للمواطنين عاد إلى طبيعته والروح الإيجابية عادت تبشر بمستقبل أفضل مع عودة الضمان السياسي والاقتصادي للبلد. خلال 10 أيام هو وبقلب السعودية البلد كان مخربط كله مع شعبه. هلا لما تنفس وراح على فرنسا الشارع بقلب لبنان ارتاح. واليوم معترض. واليوم بجنن 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 لأنه شخص مثله هو كرئيس حكومي وسعد الحريري نمبر 1 تلميذ كبير لبيو. هالشغله بايد الشيخ سعد الحريري، اذا ضلوا ماشي هيك بيضلوا ماشي الشغل، اذا عمل شيء بيرجع بيعمل الشغل، شغله بايده والله. ومثل ما نحن مثل ما عرفنا هلا انه 3/4 اللبنانيين مع سعد الحريري. العالم نسبيا ارتاحت، يعني تقريبا 90% ارتاح، البلد ارتاح اقتصاديا، كل شيء ارتاح. هلا العالم اجباري بتكون بحاله خمود، اول الشهر اذا الله راد تقبض العالم بيرتاح الوضع شوي بترجع الحركه لطبيعتها. الإيجابيات الكبيرة اللي عم يشهدها لبنان وموجة التفاؤل لم تنعكس بعد بشكل كبير على حركة الأسواق التجارية، فبالرغم من شعور الارتياح واطمئنان المواطنين فإن الأسواق التجارية والمتاجر ما زالت مكبلة بانخفاض القدرة الشرائية وزيادة المتطلبات الحياتية، وهو الأمر اللي عم ينعكس تراجع بحركة البيع رغم اقتراب موسم الأعياد نهاية العام. نحن متحضرين الكوليكتيون كلها، بس وين الشعب؟ لمين بدي بيع؟ للحيطان او زوار الانيمالز؟ لمين بدي بيع؟ متفائلين ان شاء الله خير، يعني الشهر الجاي يكون فيه، يعني هذا الشهر كان شوي تعبان، ان شاء الله خير. يعني ما في حدا، يعني ما بعرف ليش، سببه سياسي، سببه ما في عالم معه مصاري، سببه مش معروف شو عم بيصير. واحد هيك بيضرب فريم مثل ما بقولوا، بمشي الحال مثل التي هي احسن. بالنسبه للبادجت لا، مقبول البادجت، يعني مش مثل كل سنه اخف شوي، بس بنضل نشيل شوي لنيو يير والكريسماس. ايه، لانه بنضل نعمل حساب انه بنخلي شوي سيفينج على جنب، ما بتعرف شو بده يصير. ناس بتخاف، واللي بس بدل بده يشتروا عنده اولاد بده يجيب لهم، ما في ما يجيب لهم شيء. يعني بس مش مثل قبل، يعني نبقى شو ما نستحد نجيب. هلا لا، عم شوي عم نخفف. طبعا البادجت، يعني انت بتعرف البلد ما بيتحمل هون كتير، بادجت معتدل. العالم اكيد عم بفتشوا على اشياء ارخص. والبلد كلها واقفه اصلا، ما في شغل.
حركة الأسواق التجارية وتأثرها بمجريات السياسة بأكدها رئيس جمعية تجار بيروت نقول الشماس. فقد لاحظت الجمعية تراجع النشاط التجاري بأكثر من 80% مع إعلان الاستقالة. وعلى الرغم تحسن الحركة بالأيام الماضية بشكل ملحوظ، فإن الأرقام التجارية بعدها بعيدة عن السنة الماضية، بس بعدنا مقارنة مع 2016 بعدنا بشكل انخفاضي، بانتظار ما تستقر مسألة الاستقالة على بر الأمان. أنا بشوف أنه إذا رجعت تفعلت الحكومة ممكن يكون هذا حافز ومنشط للحركة التجارية، خاصة نحن فايتين بكانون الأول وهو الشهر الأبرز في الرزنامة التجارية والاقتصادية اللبنانية. كم يوم منعرف أمحى أو شعيرة؟ أنا أمنيتي وتوقعاتي أنه رح تكون أمحى، نقدر نخلص 2017 بنوتة إيجابية. تثبيت الوضع السياسي وتأمين الاستقرار مطلب كل القطاعات لإنهاء السنة على ارتفاع وعدم تفويت موسم نهاية العام. متابعين معكم، وتقديرا لدور الإعلام بالدفاع عن الحريات العامة ونقل الحقيقة، وبمبادرة من المحامي إلي محفوظ، نظم حزب حركة التغيير بلبنان 10 سنوات لتكريم الصحفيين بأوتيل الهيلتون، وتخلى اللقاء تكريم لرئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان السابق طلال المقدسي. كل التفاصيل بهالتقرير. تأكيدا على أن وحدة لبنان ما بتتزحزح، تأكيدا على أن لبنان بيبقى بلد حر مستقل وشعبه متماسك ومتضامن، وتأكيدا أنه بتبقى حرية التعبير والكلمة الحرة طاغية بالصحافة المرئية والمكتوبة، نظم حزب حركة التغيير بلبنان عشائه السنوي لتكريم الصحفيين بالبلد بمبادرة من المحامي إلي محفوظ، لجمع بالرغم من انتمائه السياسي الواضح والتزامه مع قوى 14 أدار، ما تردد بدعوة صحفيين من مختلف المجالات والانتماءات السياسية لتكريمهم. أنا شخصيا بالنسبة لي عندي نقطة ضعف تجاه هذه المهنة، ودائما بقول لو لم أكن محاميا لكنت إعلاميا أو صحفيا أو كاتبا، لأنه هيدي المهنة بعكس ما كتار بيعتقدوا أنه هي بتجيب الخبر، أنا بالنسبة لي الإعلامي والصحافي الحقيقي هو اللي بيصنع خبر. تعودنا كل سنة نكرم الإعلاميين بحركة التغيير ونعمل لفتة لشخصية إعلامية، وبتعرف دور الإعلام كتير مهم خاصة بلبنان. جمعة كتير حلوة، بدنا نتشكر الأستاذ إلي محفوظ يلي معرفتنا فيه قديمة، نحن كنا نشارك بحفلاته، نشارك نعمل السكتشات ومسرحيات، هلا دعينا كضيوف. أكيد اليوم حلو كتير أنه ينجمعوا كل الصحفيين، خصوصا أنه يمكن تعبوا شوي بهالفترة اللي مرقت، خصوصا بالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان، يمكن اليوم تنفسوا شوي هيك برجعة الرئيس الحريري على البلد، خصوصا على يعني أبواب الأعياد. طالما هو رئيس حركة التغيير نحن بعدنا من زمان وجاي ناطرين التغيير الحقيقي ليصير بلبنان نحو الأفضل، نحو مزيد من الحرية. السنة ومثل كل سنة فكانت التحية الخاصة والتكريم لشخصية العام مؤسس جمعية طلال المقدسي الإنمائية والاجتماعية ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان سابقا دكتور طلال المقدسي على عطائه الوفير بعالم الصحافة الأعمال الخيرية الاجتماعية والبيئية، بحضور باقة من الصحفيين والممثلين للبوا دعوة إلي محفوظ السنوية بأوتيل الهيلتون. لازم إعلامنا يتوحد، لازم وطننا يتوحد مثل ما توحدنا مؤخرا كلنا بمناسبة وقوف مع دولة الرئيس سعد الحريري، هيدي عطت مناعة للبنان، والإعلام له دور
لمناعه لبنان ولمستقبله، ولازم انقاذ لبنان عن طريق انقاذ الاعلام وتحريره من بعض المال السياسي، خاصه المال السياسي الخارجي. وبيظل انه الجامعه بحد ذاتها كمان لافته وبتعطي هيك اضاءه يعني بتضيء على الموضوع وبتعطي شوي للاعلاميين نوع من الحق مقابل التعب يلي عم بيتعبوه. في جو من التفاؤل بالبلد وخاصه بعد تريس دوله الرئيس عن الاستقاله، هذا الشيء عطى جو تفاؤل خلينا شوي نرتاح. ان شاء الله يكون هالعشاء عشاء جامع وهيك يصفي قلوب، اذا في حدا مخانق مع الثاني يصفي قلبه بس.